السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التجديد، كلنا يبحث عن التجديد، كل واحد يبغى يجدد في حياته، ولكن المشكلة أنه ما عندنا وقت. تحصل بنحضر دورات وبنقرأ كتب ومحاضرات في التجديد، ولكن بيقول لنا قم برحلة، أبدأ رياضة، هواية جديدة، لكن ما عندنا وقت. رغم أنه ما عندنا وقت، لكن بنقول أنه طفش، زهق، ملل. في النهاية المحصلة النهائية أنه ما في حاجة جديدة بندخلها في حياتنا. ما في حاجة جديدة بندخلها في حياتنا معناته أنه حياتنا بتستمر وبتمشي على نفس المنوال، وبنقع في فخ الروتين. نقع في فخ الروتين. الروتين معناته الرتابة، معناته الملل، معناته الخمول. الروتين هو الروتين حاجة ملوثة بتدخل كده بتلوث حياتنا الاجتماعية وحياتنا النفسية. واحدة من نتائجه ما يسمى بالتقوقع الوهمي. أنا قعدت يومين عشان أحفظ الكلمة دي. فما بالك إنه أنت تقع فيه. بين الروتين وبين التجديد في حلقة، هذه حلقة مفقودة، مهارة يفترض إنه إحنا نتعلمها، تسمى مهارة تعلم متى ترحل. تعرفي إنه في بعض المهارات بتحتاج إنه إحنا نقعد نطبق فيها أسبوعين، نطبق فيها 3 أسابيع، نطبق فيها 2 شهر، وفي بعض المهارات يكفي فقط إنه أنت تعرفها، تكفي فقط المعلومة، فقط المعلومة، وحتشتغل معاك المهارة. مهارة تعلم متى ترحل واحدة من هذه المهارات، إنه أنت بس تعرف المعلومة. نقطة الحبر في كاسة الموية، هذه مرة مهمة. هذه المهارة زي نقطة الحبر في كاسة الموية. تعرف نقطة الحبر في كاسة الموية؟ أول تجربة كيميائية سويناها في حياتنا كانت نقطة الحبر في كاسة الموية، ثالثة ابتدائي، رابعة ابتدائي، وما أفتكر إيش كان السبب، بس أفتكر إنه أستاذ العلوم جاب لنا كاسة موية ونقط لنا فيها نقطة حبر، وقعدنا نطالع فيها باندهاش شديد. ساحر كان ذاك الأستاذ، وقعدنا نطالع فيها ألما نقطة الحبر انتشرت في كاسة الموية وصار كلها لونها أزرق فاتح. أو هذه المفردة الثقافية هتنتشر في الدماغ مجرد أنه أنت تعرفها، بس مجرد أنه أنت تعرفها هتلاحظ أنه هي زي نقطة الموية، زي نقطة الحبر في كاسة الموية. فكرة قبل ما ندخل في الموضوع كده، الآن لو اتصلت عليك، لو اتصلوا عليك 2 من صديقاتك، ممكن تردي على واحدة وممكن ما تردي على واحدة. تعرفي مين اللي ما تردي عليها؟ إلا ما تعرف متى ترحل. لأنه في واحدة أنت عارفة ممكن تردي عليها، أنت عارفة لما تتصل عليك ألو، شكلك مشغولة، هي مع السلامة، هذه حتردي عليها. في واحدة ثانية ألو، فينك أنت، أنا قاعد أتصل عليك من أول. أنا في تيدكس. إيش هذا؟ وليه تروحي ما تقولي لي؟ كمان سحر رايحة عند أختها اشترت سيارة ورايحة تمشيهم ما شاء الله، ما تعرف متى ترحل، عشان كده ما تردي عليها. نقطة الحبر في كاسة الموية. في الأعمال، في العمل، كثير مننا يشتكوا من الروتين، لكن خليني أقول لك على حتة العمل هذه تحديداً. أنت تعرف أنه في بعض الأعمال، في بعض الأعمال عمرها ما هو طويل. على سبيل المثال زي اللاعب، لاعب كرة القدم، يعني من 14 إلى 16 سنة بيلعب، بعد كده لازم يرحل، هو لازم يترك العمل،
إذا ما ترك العمل، العمل حيتركه، إذا ما ترك النادي، النادي حيتركه، النادي يلفظه، بعد فترة الجمهور يلفظه، وإذا برضو ما رحل المستطيل، المستطيل الأخضر يرفضه. والله المستطيل الأخضر ما تشوف لعيبة يتزحلقوا كثير، هذا خلاص الملعب يقول له ارحل. المطرب، ما هذا اللاعب إذا ما رحل حيضيع تاريخه كله. المطرب يجي له وقت يفترض أنه هو يرحل، يفترض أنه يعرف أنه خلاص حافظ على تاريخك، مهما كنت جيد مهما كنت ممتاز، إلا ما حيجي وقت حتضعف فيه، ارحل. لأنه إذا ما رحلت حتضيع تاريخك كله، حيطلع يقول يا ليل في نفسين. الكاتب، الشاعر، هذا أيضا حتى على أعمالنا، نحن على أعمالنا يفترض إنه إذا ما تستطيع إنه أنت تقدم جديد، ما عاد عندك حاجة بتقدمها، أنت قاعد تكرر نفسك، يفترض إنه أنت ترحل، اترك العمل. وترك العمل لا يعني إنه أنا ممكن، يعني إنه أنا أنتقل جسديا إلى عمل آخر. أنت تعرف على مستوى العالم، على مستوى العالم في موظفين عندهم استعداد يتنازلوا عن 20% من مرتباتهم مقابل إن هم ينتقلوا إلى بيئة عمل أفضل، بيئة عمل فيها إبداع، فيها تجديد. يعني لو بياخد 10,000 ما عنده مشكلة يروح في عمل ثاني ب8,000 مقابل إن هو يعيش تجديد. لكن هذا لا يعني بالضرورة، ممكن أنت تنتقل إلى إدارة أخرى، لا يعني أنه أنت تقدم استقالتك. أنا عارف في معانا معلمين ومعلمات، نحن أكثر ناس نشتكي من الروتين، نحن أكثر ناس نشتكي من أنه عملنا صار خلاص، إلا بتقوله أول سنة، بتقوله ثاني سنة، بتقوله ثالث سنة، بعد 5 سنين تحس أنه أنت خلاص روتين، ملل، طفش. هذا لا يعني أنه أنت تترك العمل، تروح يوم الأحد تقدم استقالتك في المدرسة، تعلمي متى ترحلي، بعد أسبوع تدي عليه حسبي الله عليك أنت ومتى ترحل حقتك يا شيخ. لا، لا يعني أنه نترك العمل، لكن نترك الطريقة اللي احنا بنقدم فيها العمل، نترك الأسلوب اللي احنا بنقدم به العمل، الآلية اللي بتقدم فيها. ويوتيوب مليء بالطرق الجديدة، غير في طريقتك. كثير من الأساتذة يقولوا أنه الاعتماد الأكاديمي حدنا، ما هو صحيح. وزارة التعليم كلها بتعتمد على الاعتماد الأكاديمي، كلنا بنطبق الاعتماد الأكاديمي. الاعتماد الأكاديمي ما يقول لك في طريقتك، في أسلوبك، بيوحد لك مناهج فيه، لكن أنت تقدر تجدد. وهنا فارق ما بين معلمة وما بين معلمة، هنا فارق ما بين معلم تحصله دائما أنه ما شاء الله عليه مزدهر، ومعلم ثاني تحصله كئيب وزعلان وحزين. على مستوى الأشخاص، نقطة الحبر في كاسة الموية، على مستوى الأشخاص يفترض أنه إحنا نرحل عن الأشخاص اللي بيورطونا. أنت تعرف في الغرب كان في نهاية كذا على الثمانينات التسعينات طلعت دورات مرة كثير، فقط تعلم الأطفال كيف يقولوا لا لمجموعة الأطفال اللي معاهم إذا يبغوا يسوي حاجة ما هي مضبوطة. تعلم التين إيجر، تعلم المراهقين كيف يقولوا لا للشلة اللي حيتعرفوا، الشباب الصغار اللي دخلوا الجامعة كيف يقولوا لا للمجموعة اللي معاهم. وطلعت كتب كثير، قل لا، كيف تقول لا، متى تقول لا، أو كلها بتدور في النهاية في تعلم متى ترحل. إذا تشوف أصدقاء ماخدينك على الهاوية، تعلم متى ترحل. المواقف، نقطة الحبر في كاسة الموية، تعلم متى ترحل. الحوارات، لو ترجع كذا في تاريخك حتحصل أنه 70-80% من المشاكل اللي دخلت فيها، من المشاكل اللي دخلت فيها كان سببها حوار، كان يفترض أنه في حتة في كذا أنا أرحل عند هذه النقطة. واحد من زملائنا انفصل عن زوجته، انفصل عن زوجته، فبنسأله تعرف ليش انفصلت؟ نبغى قصص وحكايات وكذا، يحكينا فيلم ليش انفصلتوا عن بعض؟
قال لا، حطت ملح زيادة في الأكل. يا رجل حطت ملح زيادة في الأكل وانفصلت، يعني أنت بتذوق الأكل؟ إحنا لازم ننفصل. قال لا مو كده مرة واحدة، لكن قلت لها الملح زايد في الأكل. قالت لا الملح مو زايد في الأكل. قلت لها الملح زايد في الأكل. قالت الملح مو زايد في الأكل. إحنا نعرف نذوق، هذا مو مقادير أمي، هذا ملح زايد في الأكل. قالت هذه مقادير ماما، واضح إنها مقادير مامتك. إيش تقصد؟ أقصد إنه بالوراثة ما تعرفوا تطبخوا أنتوا. لا يا شيخ، هي روح خلي مامتك تطبخ لك بالمقادير حقتها. ولك أن تتخيل فين مشي الحوار إلى أن وصل إلى الانفصال. الآن هو يحكي يقول يا ريت يا ريت وقفت، الملح زايد في الأكل. لا الملح مو زايد في الأكل. طيب خلاص. هذا لا يعني أنه أنت حتستسلم، بس هذا يعني أنه لاحقاً تطرحه بطريقة مختلفة بأسلوب مختلف. أنت عرفت أنه هذه الطريقة ما حتوديك مكان، وهي نفس الحكاية. ما تعرف متى ترحل. لو تعرف متى ترحل، الملح زايد في الأكل، أظن زاد علي شوية، ورجعي لي المقادير حقت ماما، وكل أسبوع زودي له الجرعة شوية. بعد 3 شهور حتوصل إلى الجرعة اللي أنت أساساً حطتها. واسألي بعدين كيف الملح كده. بعد التوجيهات حقتي اللي قلتها ذيك المرة صار كده. حبيبي انت كل بس. فتلاحظ انه حواراتنا في واحد يقول لي يا اخي انا ادخل في حوارات وبعدين نصل الى كذا حته متوترين فيها، واقول له خلاص ايش رايك نقرب الموضوع؟ يقول لا ما تغير الموضوع، خلينا في الموضوع. اقول له معديت متى ترحل؟ متى ترحل كانت هناك، انت عديتها. التشبث بمواقف ما لك فيها مصلحة. ليه تتشبث بمواقف ما لك فيها مصلحة؟ أنت عارف إنه في ناس كثير مننا يكتشف إنه كان غلط، لكن يكابر، ما يرضى يغير فكرته، ما يرضى يغير رأيه. تعلم متى ترحل يا أخي، تعلم متى ترحل. لا تتشبث بمواقف خاطئة. نقطة الحبر في كاسة الموية تصبح مفردة ثقافية عندما لا يتحدث إليك أحد. حطوك في لجنة وما حد بيكلمك في اللجنة هذه، ما حد بيسمع كلامك في اللجنة هذه. تعلم متى ترحل. تقعد في مكان مرة واثنين وثلاثة ولا حد يطالع فيك. يا أخي تعلم متى ترحل. نقطة الحبر في كاسة الموية. افعل الخير، قدم نصيحة، ساعد الناس. في كثير لمن يساعده يقول لك تصدق ما قال لي شكرا؟ أنت قاعد استناه يقول لك شكرا؟ يا أخي ساعد الآخرين ولا تنتظر نظرة الرضا في عينهم. ساعد وارحل، انصح وارحل. في لحظات الإخفاق يجب أن نرحل، عندما تعرف أن دورك قد انتهى لازم ترحل. لكن أنا ما أبغاك تستعيض عن متى ترحل بالمثابرة والجهد والإصرار. لا 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 تستعيض عنهم. اعرف متى ترحل، اكتسب هذه المهارة متى ترحل. مو أنت تعبان في الجامعة ومتعبينك الدكاترة ومتعبينك بالأبحاث والدراسات والاختبارات، أنا الأوان إنه أنا أرحل. تترك الجامعة؟ أنا ما بكي تترك الجامعة، الله يخليكي، لا تروحي تترك الجامعة. لا، ولكن نتعلم متى نرحل من السلبيات، لأنه عندما نرحل معناته إحنا بنترك مساحة للجديد،
نترك مساحة إنه إحنا نتعلم حاجة جديدة. حتى لو ما تعلمت حاجة جديدة، ما تبقى من الأعمال والأشغال والأشخاص، ما تبقى في حياتك بعد ما بتطبق متى ترحل، حيكون كفيل إن هو يجعل حياتك أكثر بهجة وأكثر إشراقاً وأكثر تفاؤلاً. قبل لا أمشي، رددي معايا الله يخليك في داخلك: أنا الآن أعرف مهارة تعلم متى ترحل. وتطبيقاً للمهارة، أنا لازم أرحل. شكراً لحضوركم واستماعكم، أنتم الأفضل. أبدعت سيدي.